طيب نشوف بس مع بعض كده سريعا الجزء اللي كان متبقي من الاوريجين بتاع الريكتاي ماسلز، الا وهو الايه الكومون تندينوس اي رينج. مش عارف انت فاكر ولا لا، بس احنا اخدنا الكلام ده زمان في بدايه الاوربت في الجزء اللي هو بتاع الاوربيتال بونز، واتكلمنا ان انا عندي هنا عظمه تسمى السيفينويد بون اللي هي لونها اصفر ديت، واللي هي بتبقى موجوده على اللاترال فيو في سكال، وبعدين حته منها بتخش تشارك في الاوربيتال بونز، وفي عندنا العظمه اللي هي لونها موف دي اللي احنا بنسميها الايه المجزلة. هنجد ان اهو فوق في السيفينويد بون في عندي فيشر كده بنسميه السوبيريور اوربيتال فيشر اللي هو الحته دي، واللي احنا ممكن نشوفه الناحيه الثانيه اهو، ادي الايه السوبيريور اوربيتال فيشر، تمام كده. طيب وهنجد برضو هنا في جنب السوبيريور اوربيتال فيشر وعند السيفينويد بون برضو هنجد في دايره كده بتسمى الاوبتيك كانال، هنجد برضو الناحيه الثانيه هنا اهي، ادي الايه الاوبتيك كانال اهي، واخد بالك. طيب والاوبتيك كانال دي بمناسبه اعرف كده بيمر فيها النيرف بتاع الابصار اللي هو اسمه الاوبتيك نيرف، ما علينا خلاص كده. طيب تحت بقى ما بين السيفينويد بون وما بين الايه المجزله بيتواجد فيشر تاني كده بنسميه الانفيريور اوربيتال فيشر. فانا بص الاقي هنا تحت كده في فيشر كده اسمه الانفيريور اوربيتال فيشر، وزي ما اتفقنا كلمه فيشر يعني شق، فعندي اتنين فيشرز شقين، واحد فوق سميناه سوبيريور اوربيتال فيشر والتاني تحت بنسميه الانفيريور اوربيتال فيشر، خلاص كده. القناه دي قناه بيمر فيها الاوبتيك نيرف او نيرف الابصار فبنسميها اوبتيك ايه كانال. طب ايه علاقه ده بالكومون تندينس رينج؟ هقول لك اهو، هتلاقيه من ضمن الاوريجين بتاع ريكتاي مصر بيقول لك ان الاربعه ريكتاي سواء كانت طبعا الميديا ريكتاي اللي بتبقى طالعه من هنا او اللاترال ريكتاي اللي بتبقى طالعه من هنا او السوبير اسف انا اسف الميديا ريكتس او اللاترال ريكتس او السوبيريور ايه ريكتس او الانفيريور ريكتس، الاربعه ريكتاي اللي بيبقوا طالعين من الكومون تندينس رينج او من هذه الحلقه العامه بيبقوا طالعين، هذه الرينج بتبقى مره بحدود كل من الاوبتيك كانال وبالسوبيريور اوربيتال فيشر. بمعنى انا هيقول لك ان انت عندك الاوبتيك كانال دي عباره عن دايره، والدايره دي ليها حدود، تمام كده، والرينج ده بيمر على الابر بوردر على الحد الايه العلوي من الاوبتيك كانال، خلاص كده. يبقى الكومون تندينس رينج بيلتقي مع الاوبتيك كانال فين؟ في الابر بوردر من الاوبتيك كانال او في الحد العلوي من الاوبتيك كانال، والى حد ما بيعدي على الميديال بوردر من الاوبتيك كانال. يبقى هذا الكومون تندينس رينج او هذه الحلقه العام بتعدي على الابر بوردر من الاوبتيك ايه كانال، وبتعدي على الميديال بوردر من الاوبتيك كانال، وبعدين بتكمل التندينس رينج وتمر بمين؟ وتمر بالسوبيريور اوربيتال فيشر. بس انا عندي هذا السوبيريور اوربيتال فيشر عباره عن جزئين، هذا السوبيريور اوربيتال فيشر عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين، في جزء ناحيه الميديال يعني ناحيه النيزل كافيتي ومش عارف ايه، وناحيه اللاكريمال بون اللي هي العظمه اللي لونها بيضه ديت، وفي جزء لاترال ناحيه بره، واخد بالك. ف لما نيجي نبص كده الناحيه الثانيه هنجد ادي السوبيريور اوربيتال فيشر في جزء ناحيه لاترال ناحيه بره، وفي جزء ناحيه الميديا ناحيه جوه. فمين الجزء اللي بيبقى داخل حدود الكومون تندينس رينج؟ مين الجزء اللي بيبقى داخل حدود الحلقه ديت؟ هو الميديال بارت اوف سوبيريور اوربيتال فيشر. يبقى هذا الكومون تندينس رينج بيمر بثلاث محطات، ثلاث مناطق بيعدي فيها. المنطقه الاولانيه الابر بوردر اوف ذا اوبتيك كانال، المنطقه الثانيه الميديال بوردر اوف ذا اوبتيك كانال، المنطقة الثالثة هي الميديال بارت اوف ذا سوبيريور اوربيتال فيشر. هتلاقيه كده بيشرح لك الحدود بتاعة الكومون تندينس رينج وانت مش واخد بالك. طيب